أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة أخبار منتصف اليوم من تلفزيون اليوم السابع لأهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية وإلى التفاصيل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وأكد مدبولي أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة وتصنيفها وتقييمها تمهيدا للتصرف فيها بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون الكامل مع كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف. وقالت الدكتورة نجلاء البلي مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة أن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات بنحو 3700 أصل غير مستغلة قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات. أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استقبال ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة، ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات إلى 103 عربات ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي والمجرى بقيمة 1,16,050,000 يورو. تلقى دكتور محمد عبد العاطي وزير الري تقريرا عن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ نحو 284,017 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في 2015، حيث تم إزالة 405 حالات تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل 67 إزالة، وقام قطاع الري بتنفيذ 208 إزالة على منافع الري إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 130 إزالة. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بكل السلع الغذائية لطرحها للمواطنين بجانب انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التمويلية، وأنه تم صرف ما يقرب من 93% من مقررات شهر سبتمبر الجاري بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين. وتلقى أيضا الدكتور علي المصلحي وزير التموين تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتي الجملة العامة والمصرية تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين أيضا. أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي منذ صباح اليوم، ويتم العمل اليوم بجداول تشغيل العطلات الرسمية، لافتة إلى أن كافة محطات المترو داخل القاهرة تعمل بشكل طبيعي منذ صباح الجمعة مستمرة في العمل وفق الجداول الطبيعية، حيث لم يرد أو يصدر قرارات خلاف ذلك، وتعمل خطوط مترو الأنفاق يوميا من الساعة 5:15 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. ووصلت الشركة أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات وبث رسائل توعوية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه. أما عربيا، أصيب عددا من الفلسطينيين اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال لفعالية حراسة الأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية عصير القبلية جنوب نابلس وشمال الضفة الغربية. وقال حافظ صالح رئيس المجلس القروي إن قوات الاحتلال قمعت فعالية لحراسة أراضي القرية القريبة من مستوطنة يد سهر، ما أدى لإصابة 3 فلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، موضحا أن مواجهات تجري حاليا في القرية بين قوات الاحتلال والمستوطنين الذين هاجموا القرية مع الشبان. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق وجرى إسعافهم ميدانيا. وإلى الشأن الدولي، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن أكثر من 3,500 متطوع تلقوا لقاح سبوتنيك 5 في سياق أو الاختبارات المتعلقة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن الاختبارات ما زالت مستمرة،
لافتاً إلى أن هناك لقاحين محليين آخرين يخضعان لتجارب إكلينيكية، وهما لقاحان لمعهد تشوماكوف ومركز فيكتور. وشدد وزير الصحة الروسي على أن الأدوية المصرح باستخدامها للعلاج من فيروس كورونا سيتم إدراجها ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية للحياة. أما رياضياً، يقود محمود الخطيب رئيس الأهلي اتجاهاً قوياً لعدم التعاقد مع جهاز وطني بعدما بات رحيل السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق مسألة وقت، حيث سيرحل المدرب السويسري خلال أيام. ويرغب رئيس الأهلي في التعاقد مع جهاز فني أجنبي مباشراً عقب رحيل المدرب السويسري، منعاً لتشتيت اللاعبين والفريق بأكثر من جهاز فني خلال فترة قصيرة. كما يرفض الخطيب اللجوء للمدرب الوطني إلا حال تعثر مفاوضات ضم جهاز أجنبي، وهو احتمال ضعيف خاصة أن الموسم انتهى تقريبا في معظم دوريات العالم والفرصة سانحة للتعاقد مع مدرب أجنبي. ونبقى مع أخبار الرياضة العربية، حيث كشفت صحيفة البيان الإماراتية أن نادي النصر الذي ينافس في دوري الخليج العربي اقترب من ضم لاعب الوسط الإسرائيلي ضياء سبع المحترف بفريق صيني، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي بعد اتفاقية السلام بين البلدين. وقالت الصحيفة أن المفاوضات بين النادي وضياء بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى النادي الإماراتي. وأخيراً نختم حصادنا الإخباري مع أخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشبورة مائية صباحاً وطقس معتدل على السواحل الشمالية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح تكون معتدلة. كما يتوقع الخبراء أن يسود طقساً حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقساً حار على شمال الصعيد والرياح تكون معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري، أعدها لحضراتكم الزميل رام نوار، وقدمت لحضراتكم أنا رغدة بكر وألاء شتا. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.